نتكلم عن 50 مليون، عدد الألغام والذخائر الحربية يفوق عدد السكان. لو تكلمنا حاليا يعني 50 مليون، يعني كل عراقي أيضا مقسميها عليها هاي الألغام تحصد أرواح العراقيين. برأيك يعني هناك أرقام محلية تقريبية عن عدد الألغام والذخائر الحربية غير المنفجرة بالعراق؟ بصراحة الكلام غير دقيق جدا، ما اللي حاسبها 50 مليون لغم. هذه دائما أشوف هذا بصراحة الخبر أسمعه من كل مكان، ما أعرف هم كانوا متعاقدين ويا الدول اللي مصنعة للألغام واللي ودتها للعراق. يعني ليش يعني هذا اذا الرقم مو دقيق جنابك مدير عام الشؤون الألغام في وزارة البيئة حتى نكون على بينة. خطأ. نعم. إيه نكون على بينة. إحنا حساباتنا الدقيقة العلمية والعالمية وتحتسب بالأمتار المربعة الملوثة، تمام، ولا تحتسب بعدد الألغام والمخلفات. أستاذ ظافر يقول إن الألغام بالعراق هي ضعف مساحة لندن، يعني هذا خطر بالنسبة للأجيال المقبلة، يعني إذا نتكلم عن مساحات إحنا كبيرة. طبعا مساحات كبيرة، قلت لك مساحة الملوثة بالألغام 925 كيلومتر مربع، والعمل جاري على رفعها إن شاء الله. بصراحة لأن ماكو إحصائية، يعني بالحرب العراقية الإيرانية كان العراق يستورد من كل الجهات تحت نظر المجتمع الدولي ومن خلف الطاولة مختلف أنواع الأسلحة والذخائر، وهذه ما تدخل بالتسجيلات، وكان النشر للمخلفات والألغام بصورة مستمرة ومن الجهتين، يعني من الجهة الإيرانية إضافة الجهة العراقية، فما مسجلة، إضافة إلى دخولنا بحربين مال حرب الخليج. يعني هذه هم دخلت يعني خلي بس هاي النقطة سيد ظافر، يعني الألغام الموجودة على الشريط الحدودي بين العراق وإيران ضمن المحافظة يعني البالغة 130 كيلومتر ملوثة بالألغام بشكل كامل، 1300 كيلومتر. نعم، هذه 1300 كيلومتر هذه ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية، ليست ألغام فقط وإنما ألغام ومخلفات حربية. يعني إذا إحنا المساحة الملوثة بالألغام حاليا مسجلة عندنا 925 كيلومتر مربع. هذه تشمل الشريط الحدودي، وأخيرا اكتشفنا حتى بالنجف حق الألغام. نتيجة حرب 91 هاي همين نصبها النظام السابق بدون ما يسجلها بصراحة بالخرائط العسكرية. واكتشفت نتيجة المسوحات. بالضبط وين بالنجف؟ تلحقها يعني اكو منطقة اللي كانوا متوقعين من عندها دخول القوات الأمريكية عن طريق السعودية. فشكل حائط صد هو عبارة عن ألغام مضادة للعربات. مساحتها؟ للدبابات وغيرها. مساحتها؟ هذا اكتشف. نعم. نعم. يعني لحد الآن إحنا جارين المسوحات حتى نوصل نهايته وين بصراحة. نعم. لأن اكتشافه جديد حديث جدا، يعني ما كان مسجل، وقاعد نكتشف باستمرار بصراحة، يعني باستمرار نكتشف مساحات ملوثة. إحنا المساحة الملوثة اللي سجلت بعد إجراء إكمال برنامج بدء برنامج شؤون الألغام بالعراق بعد 2005، نعم، تقريبا 6 مليارات متر مربع ملوث، تم تطهير أكثر من 50%. يعني هسه حاليا إحنا متبقي عندي 2700 كيلو متر مربع، هذه بمختلف أنواعها من ناحية الألغام، من ناحية المخلفات الحربية، أراضي معركة، إضافة إلى القنابل العنقودية. فالعمل جاري حتى حوالي على 450 كيلو متر مربع، من ضمنها قيد العمل عن طريق الجهد الوطني اللي هو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، اللي بصراحة قاموا بدورهم بشكل فعال برغم إمكانياتهم، إضافة إلى الجهد الدولي.